وقيل له الصواب لم يرجع عن خطئه. أين هذا؟ عندهم شيء أمثلة؟ ها؟ إيش من خطأ يعني عرض على الشيخ وأصر على الخطأ؟ إيش المسألة؟ يسب الرسول، إذا كان يسب الرسول فهو كافر. ها؟ وما أظن عويد سيتردد في تكفير الحجوري. ولا يجوز لهم جميعا من كبيرهم إلى صغيرهم أن يترددوا لحظة في تكفير الحجوري، ولكن شنشنة. حتى أظن بعض العامة لما أخبر أن الحجوري يسب الرسول، أنهم قالوا الحجوري يسب الرسول، إيش قال؟ قال لهم كذبوا كذب يقبله الناس، كذبوا على الحجوري كذب يقبله الناس، أما تقولوا يسب الرسول كافر يسب الرسول. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأذكر في فتنة أبي الحسن أخذوا بعض الأشياء على الشيخ، مثل هذه الإشارة بالإصبع في التشهد، أن الشيخ يقول أن هذه رقصة الشيطان أو رقصة أو كذا، وأن القصر في السفر يعني الذي يرى أن القصر بعض الناس يعني مثلا في دماج له سنوات جالس هناك يطلب علم عند أهله وكل شيء مستقر يعني سنين ويبصر وما يحضر صلاة الجماعة ولا يحضر الجمعة، يسافر ويجعلون هذا المدن ذريعة لهم لتخلف عن الدروس. فالشيخ كان في مقام الإنكار عليهم فقال هذا مذهب إبليسي. المهم جمعوا هذه الأخطاء ورفعوها للشيخ ربيع. طيب، والشيخ ربيع اتصل بالشيخ يحيى قال له ينقل عن كذا وكذا وكذا، فالشيخ اعترف قال صحيح هذا ما ينبغي وألفاظ خرجت مني وأنا متراجع عن ذلك. ثم في الدرس الشيخ ذكر هذه الأمور وتراجع عنها. بعدها بأيام كل هذه الفتنة أبي الحسن خرج الشيخ ربيع يعني مادة صوتية وذكر هذا الموقف وقال نريد سلفيين من هذا الطراز، يقصد الشيخ يحيى، نريد سلفيين من هذا الطراز، إذا قلت له أخطأت قال تراجعت، أو بهذا المعنى هكذا نريد سلفيين من هذا الطراز، يعني استخدم هذه الكلمة، إذا قلت له أخطأت تراجع أو أخطأت قال تراجعت، أو بهذا المعنى. شيخ معروف عنه التواضع. أما هؤلاء إلا الحجور يسب الرسول، طيب كفروا كفروا إذا كان يسب الرسول، وتقولون أنه ماذا أخطأ وقيل له الصواب ولم يرجع كافرا. وإلى الآن بعض المغفلين من البرامكة يأتي بهذا الكلام أنه يسب الرسول وأنه يسب الصحابة، إيش حجتكم أنه يسب الصحابة؟ قالوا يقول إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. طيب كيف يسب الصحابة؟ قالوا لأن عثمان فعل هذا الأذان. طيب وإذا فعله عثمان
وقلنا بدعة، هل معنى ذلك أن عثمان مبتدع؟ عثمان عالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر. وابن عمر لما سئل عن هذا الأذان قال بدعة، ما قال عثمان مبتدع، قال بدعة. ولا أحد من العلماء يقول إن ابن عمر يبدع عثمان. طيب وليش تقول الحجوري يبدع عثمان؟ ثم يقولون الحجوري يسب الصحابة. والله لو كان هذه الأشياء عندهم براهين فيها على الحجوري، الله أعلم ماذا سيفعلون، الله أعلم ماذا سيفعلون. هذا الآن ما عندهم براهين، انظروا كيف، كيف لو كان عندهم براهين على هذا أن الحجوري حقا يطعن في الصحابة ويسب الرسول. ما أظن سيتردد الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان في الحكم عليه، سواء كان بكتابة موثقة مختمة تنشر للمسلمين الحجوري كافر، أو مادة صوتية بصوتة موثقة مؤرخة الحجوري كافر. ما في شيء، تصدر من بعضهم كلمات كما حصل من الشيخ ربيع، عندهم قلوب لا نظير له وكذا، وبعدها قال يا شيخ نقل عن كذا. هؤلاء لصوص المجالس ينشرون هذا الكلام عني، أنا ما قلت لهم سجلوا. طيب هؤلاء الأتباع يقولون الحجوري يسب الرسول، ما ثبت عندكم أنه يسب الرسول؟ كل هذه أراجيف أراجيف. وانظروا إلى أحوالهم الآن، متردية والله، حوالهم متردية. والشيخ يعني على خير شأنه، والله الآن شأنه شأن الأئمة، شأنه شأن الأئمة. الآن الشيخ منكب على البحث، بحوث له متوقفة من أكثر من سنة أو سنتين منذ أن ابتلي بالرافضة والحوثة، الآن تفرغ لها في مكتبة الحرم، كتب ما كان يحلم بها ومراجع ما كان يتوقع أن يده ستقع عليها، وبقرب الحرم صلاة فيه بمئة ألف صلاة، ومتى ما أراد أن يطوف حول الكعبة في أي ساعة من ليلة ونهار، وحول من يعينه من الطلاب، وله بعض الدروس تنشر في الشبكة يتابعها الآلاف من الناس. تسجل، وإن كان نذر يسير يحضر له، لكن تسجل وينشرها الشيخ. ما لا يدرك جله لا يدرك كله. وهل انقطعت دعوته؟ كلا، طلابه يملؤون الدنيا، طلابه الذين كانوا حوله في دماج والذين خارج دماج الآن يقومون بنشر الدعوة بنشاط أعظم من ذي قبل. قاموا عنه بالواجب، ولا زالوا يتلقون منه النصائح عبر الاتصالات. إذا حصل أمر مشكل اتصلوا يا شيخ، قال افعلوا كذا وكذا، اهدوا كذا، اسكتوا لا تكلموا، افعلوا في خير. شأن هذا شأن كثير من الأئمة. شيخ الإسلام ابن تيمية حبس مرات وكرات، والفتاوى تصدر من السجن، ما توقف عن الكتاب. الشيخ الإسلام مجموع الفتاوى هذا غالبهم خرج من السجن. وكذلك أيضا الإمام أحمد سجن، هذا شأن الأئمة، ومنع من العلم والدعوة
ثبت ابتلاء شديد. حتى في هذا العصر الإمام الألباني ابتلي، أخرج من سوريا إلى الأردن، ثم أخرجوه من الأردن ورجع مرة ثانية إلى نواحي لبنان وكذا، ثم شفعوا له ورجع إلى الأردن مرة أخرى، وتفرغ للتأليف، تفرغ للتأليف، ونفع الله عز وجل به الأمة. الآن كتب ما يستغني عنها طالب علم أبدا إلا إن شاء الله. هذا شأن الأئمة، وهذا الشيخ حجوري كذلك ابتلي، ما حصل له ما يتعلق بالرافضة نظير ما حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية من التتار، شابه هذا هذا، وما حصل من تكالب أهل الأهواء عليه نظير ما حصل للإمام أحمد، وهكذا حتى من بعض ممن ينتسب للعلم وللسنة تعرض شيخ الإسلام لذلك من الحساد وكذا، وهكذا الإمام البخاري تعرض للفتنة وللمحنة حتى تمنى الموت رحمه الله، ومن بعض ممن ينتسب للسنة. هذا شأن، هذا شأن الأئمة، هذا شأن الأئمة، وما يضيعهم الله عز وجل، وما ينقطع خيرهم وعلمهم عن الأمة مع هذه المحن التي يتعرضون لها. ثم تأملوا الآن، تأملوا والله في هذه المحن الحاصلة الآن، انظروا كيف دعوة أهل السنة، انظروا كيف دعوة أهل السنة في محافظة البيضة التي الحوثي مطوق عليها، ودعوة أهل السنة تضرب أطنابها داخل البيضة، انكباب على العلم في وسط البيضة والحوثي حول البيضة، ما ينقطعون عن العلم، وكذلك داخل صنعاء الدروس تعلن في مسجد الفتح، والحلقات قائمة في الصباح والظهر والعصر والمغرب وبعد العشاء، جزء من دماج هناك